تبع المحاولات الى حميدي من الجهه اليمنى. حميدي شو يعمل؟ حميدي كيما راه في اتجاه محمود الحريم. هذه محاوله وقبل لحظه يضيع احرز فرصه في بدايه هذه الجوله الاولى. سهيل الوصلي كان حرا طلقا بعد اكيد عمل كبير على مستوى الجهه اليمنى. نتابع تمريره بالكعب محمود بن حليم، توقل ممتاز ديال اللاعب زكريا الهاشمي. لاحظوا ماذا ضيع سهيل الوصلي، كان وجه لوجه مع الحارس بدر الدين بن عاشور.